الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء ودرسيني تبنات كتابكيني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وحناك بلا من حديثك بقول يسددي لباتن قال المصنف رحمه الله تعالى باب موالاة المؤمنين ومقاضعة غيرهم والبراءة منهم باب المبوح باب يهي هذا كان بابوي موالاة المؤمنين مؤمنين تإن لحريري أو جعل إي حكتا لغا ديكتو ومقاضعة غيرهم غير كودن إن لقويو أو دتكي قالد أهال لقويو إي والبراءة منهم إن بري لغا نقضو مبدأ اللوي قانو الولاء والبراء وي حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قال وحولي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن مقلي شهار نسغ ولا دواقي غير سر ان سريسن يقول حليه ان آل بني فلان ان آل ابي فلان ابي فلان هبل قرابتي سي اهل كيس ليس باوليائي اوليائي دي حكتدي دماها انما ولي الله وصالح المؤمنين وحا حكتو اي جعل اي الله سبحانه وتعالى اي ضدك مؤمنين تا مؤمنين تكود وناكسن ولكن لهم حاوصقنا ذي قلداس الرحم قرابني ما أوصقنا تي أبولها وانقوينيا ببلالها قيان كذا يعني أصيلها وانحريرنيا بسلتها حريرين تيدا حريرنيا أبو لهب نبي صلوات الله والسلام عليه أي قرابة هايين سلام كان الدين تأي إيمانك كرع عوايو الله سبحانه وتعالى نورك إي هداية وكقديه أي نبي حلي إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصيلها بسلتها رحم يا قرام المين يقول إيهين لكن يعني مركع أوليائي يقع لي حكت إيماها حيا لوح الوكا لبحيا ودين تأي عقيدة أخرجه البخاري بصوصاري في كتاب الأدب بكصوصاري باب يبل الرحم ببلالها شنكون سقال بقول يسقاشن إمام مسلم الواقع بقول يشن يتورقم باب الدليل على دخول ضوائف من المسلمين للجنة بغير حساب ولا عذاب حباب يهي إن يقل دونان ضائفوين يقيب يكوح مسلمين تكمل الجنة يقل دونان بغير حساب ولا عذاب الحساب لآن يا عذاب لآن يقل دونان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد حكم غليسه ولا يدخل الجنة يعني الجنة وحقلية من أمتي أمضي وحقلية زمرة جماعة يكوح بكقلسهم يقول 70,000 تضبات كنة تضيء وجوههم وجيدود أي افتيميان نور كأي افتين كمغضى إضاءة الغمر ليلة البدر ضيح أفر يطبنا ذا سيدا أو افتيمه أو كلا افتين كيسو كلا إليهين وقال أبو هريرة وحير فقام عكاشة ابن محصن عكاشة ابن محصن با استاقي الأسدي يعني يرفع نميرة عليه قؤدوشي سصار نسقو كورو قاضي نبي قو استوسنا يا مركا قوئي وكورو قاضي فقالوا حر يا رسول الله رسولك الله أدعو الله أن يجعلني منهم إلهي يبركوا إنو إغمد ديغو قال نبي حر يا اللهم اجعله منهم إله كوا قد يعني كيال إلهي أقبل إنو كمد نقض ثم قام الرجل ننك لا استالي ومن الأنصار أنصار تكمد فقالوا حر يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم إلهي يبر إنو كوا إغمد ديغو قال النبي حري سبقك بها عكاشة كاجه الرئي ونوع كم إذا أساليبتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم على دتك دعوة أوجارسين شريو أديك كم تشرتد وحاكها بون شيء كذا إن لصوأف شرو أولي سبقك بها عكاشة
حديث هو قعد يهي معناها إمامك ودليش ضي وضائفة يكوح مسلمين تكم إذا إنا يجنة كوك الدونان حساب الآن هي عذاب الآن. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق وقصه صار باب يذكر الجنة 70,000 بغير حساب لحكم شن بقول أفرتنا يلا وإمام مسلمنا لا بقول يلي. حديث سهل بن سعد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحي لا يدخلن الجنة جنة وحاجل دونا وقل دونا من أمتي أمد إذا حال وكمدي 70,000 تضبات كن أما تضب بقول أو كن لا يدري لما أجا أو لما قرني أبو حاسم أيهما قال أبو حاسم يتكودي ويري تضبات كن بالو بديها قال وحي متماسكون يعني أو إسكود دقدقان أو إسهايزستا يعني آخذ بعضهم بعضا بركود نبركة كلاو هايستو لا يدخل أولهم كود وغفر يقلي مايو حتى يدخل آخرهم متكود وغدن بي إلى أوغلو وجوههم وجياشود على صورة القمر ليلة البدري وحا يعني وجياشود إفتينك إيو نورك كم مقضى ضيح أفري طبنا دا إفتينك سوكالي وي ساسوكالي النوريان. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق بقصص باب صفة الجنة والنار رقم كالحكم شنبق يعني كنتن يا أفر. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وحر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما لما نبي محمد نقص وبحي فقال وحر عرضت علي الأمم أمده بالإي بندقي فجعل وحر قدق لي يمر إنه صومر يا النبي نبي با صومر يا معه لشركي سأل الرجل نم بالا صوت نبي هل نن اوه رميه كليا ايا ايماني والنبي نبي با ايماني معه رجلان لبن اي لشرك سيهين والنبي معه الرهد نبي اي كوح لا صوت رهد هو يعني ما دون العشر سقال طموحي كير با رهد قليلا مركا والنبي نبي با ايماني ليس معه احد روحنا آن لصعن ودعوذي سي رسالتي سي فرنتي سي عندنا انا اقبله ورأيت سوادا كثيرا يعني مدوين يعني مدو فربضان بارك وسد الأفق يعني جهدي بوحيي هقل أي أي صمت مركا مدو إيو موقال آن مركا سي توصل لو قرنين أي صمت قدان صمالي يوحلوي لهذا هقل بالقوي لهذا. طيب فرجوت حرشي أن تكون أمتي أمضي دينيته فقيل وحلي هذا موسى وقومه كوني ونبي موسى يقوم كيسي ثم قيل وحليلي لي يعني انظر فيري فرأيت حالك سوادا كثيرا يعني مدو إيا بدان فربضان بارك يسد الأفق جهدي بحسي فقيل لي وحليلي يعني انظر هكذا وهكذا يعني حقا إيا حقا نفيري أيا ليقولي جهوين كلو كالدول فرأيت حالك سوادا يعني مدو بارك يهيقل أو كثيرا فربضان يعني أسد الأفق جهدي بحيي فقيل وحالي لهؤلاء أمتك كواس وأمدادي وكواس أمدادي باليوي ومع هؤلاء كوا لجرك ودوحا أهاضي ولصعب 70,000 تضباتا كن ويدخلون الجنة جند قلي بغير حساب حساب الآن قلي انت أمرك النبي أشيغي فتفرق الناس ضدك باكالتغي يعني أرجع ملك الله تعالى ولم يبين أمان عدين لهم يجا نبي وصلوات الله وسلام عليه ذاتك تضبطا ككون جنة حساب الآن يعذب الآن قلي فتذكر ويشاك استين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي فقالوا حيلهن ذاتك جنة حساب الآن تكون قلي يجا فعليني أما نحن أن نقف ولدنا في شرك أن نجم يا ذاتك جنة حساب الآن كون قلي أن نجم ماها حيث السبب أنه حنقول لنا الشرك يقال لما نقول لنا ولكن آمنا بالله ورسوله لكن إلهي الرسول كيسان رمينا ولكن هؤلاء كواسهم أبناؤنا عرورتين نواي حيث لأيه الشرك يقال لما ما نسوه قالينه إيه إسلاني ما يقول الشيين فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي أرنك قالي فقالوا حلوهم الذين كوي لا يتضيرون أن وحبا باسيسنين ولا يكتوون أن يسجبين ولا يسترقون أن كتفد إن لغتف أن دل بينه إيمان كود إيه توكل كود إيه تلسار شدود إلهي أيكوك السويهين أيضا ما يستقيم
وعلى ربهم رب يودشودنا يتوكلون تلساريني. فقام عكاشة ابن محصن عكاشة ابن محصن باستاقي فقال وحولي أمنهم أنا يا رسول الله أنا قم كم ذا رسولك إلهي. قال النبي وحولي نعم ها. فقام آخرون إنك لا استاقي أمنهم أنا قم كم ذا. قال النبي وحولي سبقك بها عكاشة عكاشة كاقهري. أخرجه البخاري في كتاب الضب بكسو صاري. باب من لم يرقي وحو كدلي شدي مسألة إمام مسلم وكدلي شدي إمام النووي رحمه الله تعالى وبابي بابا أنا هين بيسو كدلي شدي كتاب الضب بكوك يعني قفك أن كتفي الضلب لا يسترقون هل كاسا بخاري وكدلي شدي إمام مسلم في صحيح كورن يا الله بقول يا لحية طبعا بخاري نوح كورن يا لحكون شام بقول يا فرطن. حديث عبد الله بن مسعود قال وحول كنا وحن وهين مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لشركيس في قبة يعني أي مع قبة تيندو يعني لشركيس أما في قبة تيندو دحديد بانو لشوغني. فقال النبي وحول أترضون ميدا رالي كنا قنين أن تكونوا إنا ذهأتان ربع أهل الجنة أهل الجنة مرك أفر ميل وطلو قيبيو ملك ميدا إنا ذنغتان ميدا رالي كنا قنين. قلنا وحن نعم. قالوا حير أتردون ميدا رالي كن غني أن تكون ثلث أهل الجنة أهل الجنة مركز صدح ميرو دلوقع بيو ميل كميدا إن النقطان ميدا رالي كن غني. قلنا وحنو نعم. قالوا حير أتردون ميدا رالي كن غني أن تكون شضر أهل الجنة أهل الجنة بركود أو ميرو مركز لوقع بيو ميل كميدا إن النقطان. قلنا وحنو نعم ها. قالوا حير والذي نفس محمد بيده الله نفت النبي محمد يقعنتي سكوتشرتان كل عرطية إني اللي أرجو وحان رجيني أن تكونوا إنا ذهاتان شدر أهل الجنة أهل الجنة بركود إنا ذهاتان وذلك كاسين وحوي صببت أهل الجنة بركود كن قنيسان أن الجنة جنة لا يدخلها قل مايو إلا نفس مسلمة نف إلهي أهو قانسنتي وقال إسو ديبتي وإيمان لم يعيدك لجنة مجلس وما أنتم إذنكم متين في أهل الشرك ذاتك يعني الشركة لحدي سقوص قال وما ذا قال ذا أمرك الله يدين أيق يدين هم تهدين إلا كشعرة البيضاء إلا سدي تنعت أو كلمه يعني وفي جلد الثور الأسود يعني ديبي مدو يعني الشركة سقوية له ديبي مدو وتنعت كوية له تنك عدو مغنى يا صومة إلا كشعرة البيضاء إلا سدي تنعت ميان أو في جلد الثور يعني ديبي هرقي كويا الأسود أو مدو أو أمسك شعرة السوداء تين مدو أو في جلد الثور الأحمر يعني ديبي قدودا يعني مركا هرقي سيد يشركي سكويا سيدها برتاسي أي أمه قنيسو أياد أمده هداد أهل توحيد كي أمدي نبي محمد صلوات الله وسلام عليه آتهين أمده آدو غمه قنيسان أو كل حقر سومي ميسان. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق وقصة صاري باب كيف الحشر سيدي بادتك اللوص وشرين دونا لحكم شنبق ليسديد يلباتن إمام مسلم اللوبق يلباتن يكو باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف 999 حباب يهي قوله الله سبحانه وتعالى هذا الكيسي يعني يقول الله إلهي بأرنية لآدم وحكو أرنية أخرج بحي بعث النار نار تددك الله در لها من كل ألف كنك كستب وحاتك بحصاي وكسرت 999 بقل إيو 99 إيو سقاشن إيو سقال ومعنه يدوحو يكونك بوحا بدبادية خلق في باب بدبادية سقال بقل إيو سقاشن كالكلنا النار تالو دري عيادا بالله. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحول يقول الله إلهي وحولنا يا آدم آدم فيقول مركزورنا يا لبيك وسعديك والخير في يديك كأجيبي لبانت هذا يا خير كنا قعنت هذا كترة. قال وحول يقول الله وحولنا يا أخرج بعث النار نار تدتك لدري صبحي. قالوا حلو وما بعث النار النار تدتك اللودر يا محوية. قالوا حلو من كل ألف 999 كونكي كستوى سقال بقول يا سقاشن يا سقال
فذلك كاس وحوي حين يشيب الصغير المه إلى مركو عريصنة يوم يجعل الولدان شيبا وتضع أيد جنس كل ذات حمل المدكس تؤر صاحب هيد حملها أوركيدي أيد جنس وعيد عنس وترى الناس ذاتك أذركيس السكارة إيغو سرخانسا وما هم بالسكارة كو سرخانسا ومن دوريع بيماها ولكن عذاب الله شديد لكن عذابك إلهي بادر سبحانه وتعالى فاشتد ذلك أرنك أساكو أتكاضي عليهم دشو ذا الصحابة دي فقالوا حيا يا رسول الله رسولك الله أينا ذلك الرجل وكايجي يعني ننك أسقفك نقونا يهلك قف إيه بدبادا كايجي ويومدي هلاك سنتي قال نبو حولي أبشروا بشاريستا فإن ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج ألفا وكن يعني ومنكم إذن كان وحيد كم إذا رجل ننبا إذن كم إذا معناها أمدا قال هذا اعتراض بدن ياجوج وماجوج مركا ليدين بندقو أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه يوم وحدين تيها لتوحيد كالله إيغو يعني استقال إيه استقاشنا إيغا ينقونا ينينكونا إذنكم نقونا ثم قال وحولي والذي نفسي بيده الله النفط إذا يقعانتي سكو جرتان كودارتي إني أنقل لأطمع وحانقو درينيا وأن ضمعيا هنقرينيا أن تكونوا إن ذهاتان سلس أهل الجنة أهل الجنة مركز صديح ميرو طلوقيبي طيب قال وحولي فحمدنا الله وكبرنا إلهي بانو مهادنا الله أكبر ولله الحمد بانو ثم قال وحولي والذي نفسي بيده الله نفتي دوغا عنتي سكوتي تان كنارتي إني أنقل لأطمع وحان ضمعيا وحان قود درينيا يؤان هنقريني أن تكون شدر أهل الجنة أهل الجنة بركي إلى النقطان إنما سلكم تساليهن وحوية في الأمم مركم ومدها كلا ليدين إيغو كمثل شعرة البيضاء سيدي تنعد أوكالي وفي جلد الثور الأسود ديبي مدو يعني هرقي سمركا دوشي لحدي سكويا أو كالرقمة أما بر بر عدو في ذراع الحمار يعني دمير كدودن كي سكويا دمير مركا قوفك أي مدو يهين وهل دودن عدي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب وقوله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل إن سلسلة الساعة شيء عظيم يعني لحبق شنبق ليصد إمام مسلم الله بقول لبي الله تنبكور لي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الظهارة باب وجوب الظهارة للصلاة ظهارة دي إني واجبتي وصلاة دي واجبتي باب كيدي وا ظهارة دي وشرد من شروط الصلاة يعني حدث كي أكبر كهائي أصغر كي اللبضة بوعين الروح وداهر كيه حدثك أكبر كاهي وحو واجبية قبيس بو واجبية حدثك أصغر كاهي نوحو واجبية ويسقاد بو واجبية حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري لا يقبل الله ألا أقبل ما يو صلاة أحدكم متكين صلاة ديس إذا أحدث هدي ويسدو كتبتو حتى يتوضى إلى ويسقاتو أخرجه البخاري وصوصاري في كتاب الحيل بكصوصاري باب في الصلاة لحكم صغال بقول كنتني أفر مسلمنا بقول يصدن يشن بكسو صاري معناها هو رأي دهارة دي إني واجبتاي صلاة دي او واجبتاي واكو عدها يو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث أما معناها بخاري أدلش دي كتاب الحي البوك ياني ومعنه دي وحوي أديقو آن ويساقبين إن هذا نوحي الله دي سن يعني صلاة دي تكشديد باب صفة الوضوء وكماله غابكي لو ويساقادن يبو باب يهي إيه دم يسترن كويسو مدى أغو كامل سن حديث عثمان بن عفان اندعى وحويا عثمان بن عفان بس حابد وحي ويديين ويسقات كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كدي بن عثمان وقمت شواب قول فعل بوغو شواب دعى وحويا ربي إناء ويل فأفرق وكشربي على كفيه لبدي صباب ثلاث مرار صدح جير فغسلهما واردقي معنى بنانكو كفر رقضي ثم أدخل يمينه مركو لبدي سيقع مضور دقي أدخل وحو قلي يمينه ميدك تيسا في الإناء ويل كدح دي سوق قلي فمضمده لقلق دي واستنشقه صندار صدي استنشاق واسنكو بيها لقليه استنصار كنوين لقى صودا دي ثم قسل وچه وچه دي سوق دقي ثلاثا صدح شر ويديه لبدي سيقع مضور دقي إلى المرفقين إلى الصحو لدى اللقى قاعدو ثلاثا مرار صدح شر
ثم مسح برأسه مدح ثم صح ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين لغه سنوح لقي صدح شر إلى عن قوية لقار ثم قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحري من توطأ روحي ويسقط نحو وضوء هذا ويصد إذن أوكله ثم صلى ركعتين لبرك عدوت كذا ولا يحدث فيهما نفسه نفسدي سؤال يوشى كين وغفر له حالورده فما تقدم وحي هرمري ومن ذنبه ذنبه سأخذي باللورده ذنبه اللورده يواسق إرته حديث كما حال إلى هو أكمل الوضوء أفرق بابنا الروح إنه هو يسقطه حب والب إنه هل مردقه حب والب إنه لبتشير دقه حب والب صدح شير إنه دقه يا إنه إسداريسيه صدح إنه كبد يلما أقولا سيد النبي كان أوتل ما حديث كأبو داود يقير كيورنيا يعني فمن ساد فقد ظلم وتعدى أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا بقول كنت يستقال مسلم نلوا بقول باتني له باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويسقات كي النبي محمد ببابيها حديث عبد الله بن سيد عبد الله بن سيد بن الأنصاري وحول السويل والوي دي صاحب الوضوء بالإلهانك لو عبد الله بن سيد باكل جروب منه حالي صاحب الآذان منه حالي الأهداء صاحب الوضوء سئل وحال ويدي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوي سقات كسيبا لويدي فدعا وحوئيرا يعني بطور ويل أفضل رمب وعضي يعني ويل كطور كوحال الأوان ويل يعني مركا كسما يسن حديد كسما يسن أما رايح كسما يسنه وأفضل رم هذيك باقولي وحي نقول نقانو أما مديمة نعاسو كروه ومن ما ينبيه فتوضأ وهو يسقط اللهم يجا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط كنبي فأكفى وكسو تنشيري أما وكسو غلعي على يديه يعني لبدي سقع مدوشو ذا من التوري والكي بيه كجر الحق يسوكسو غلعي ومعناها بنانك كفر رغلي فغسل يديه ثلاثا صدح جربو قعمه صدقي ثم أدقل يده قعنتي سوق لي في التوري والكي فمضمضه لقلقضي واستنشق وصن دارسد وصن كي ببيها قلي واستنصر وصن صدي وبيه وصن كسو دادي ثلاث غرفات صدح حنطوبه يعني هو اسدب صعود ثم أدخل يده قعنتي سوق لي فغسل وجه وجه صدقي ثلاثا صدح جر ثم غسل يديه لبيد سقع مضب رقي مرتين لبجر إلى المرفقين لا سبحل دلق قالوا ثم أدخل يده قعنتي سوق لي فمسح رأسه ومدح يصوم صحي فأقبل بهما لابدي قعمود بولص وقابلي وأدبر ولد بتشيدي مرة واحدة قدرت كنت كسر بلا فود كياني فود وكبلا كبلا وقدرت كوكحلي ثم غسل رجليه لابدي سيل وقد ورقي إلى الكعبين إلى عن قوية ذلك جاردو أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين بقول سديتني اللح لابد اللقود إلى عن قوية إن لدقاء إمام مسلم الله بقول صدنيش باب الإيتار في الاستنصار والاستجمار حباب يهيئين لو وطريو أو ترى إصدار صندارسيغا مركا لا صندارسانا يو إيه استجماركا استجمارك وحاوي ومركا شيئا بيهيئين لغو استجوانو يو دقاح لغو استجوانو يو دقاحنا ديمانتو حاقيلا يا تيشو بي إيو حيابهان كلا قلاي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحري من توضع الروحي ويسقط فليستنصر حسين صدو وبيه هيسك صدادي ومن استجمر الروحي دغحكو استجوني فليؤتر هويتريو أو ترئيس لير يعني مركا هكو استجودو أخرجه البخاري في كتاب الوضوء بكس صار باب الاستنصار في الوضوء ويسد بحدة الصندارسي إن لقصم يبيه ليسك صدادي مسلم حكورنا يا حديث كالله بقول صدو يتدو بخارنا حكورنا في صحيح صدح كن الله بقول سجاشنا يشم بكورنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحول إذا استيقظ يعني هدو برارو أو صوت أحدكم متكين من منامه هدد سيء كصوت أو فتوضع ويسقاته فليستنصر حسين صدو ثلاثا صدح جربيه سنك أوغلي حيث كصوت دادي حيث علده فإن الشيطان شيطانك أيا يبيت وحو كبري على خيشومه لبدي سبع عرار دشوا ذا يعني بعرار وحال إلى هذا الظلول كسنكة
يعني هلكاس وكبري وحنا أدبرك دوف يو أدمودس يو قلفت ميشا كلكن وحاوي يو الشيطان كينينك وضيقة هوا دحفرين عقلانيين تا إيو علمانيين تا يحديث كنوعا وادي دانو وحنا سيبي معقول وطاي مركا سم بعرارك يعني قفك سيدي إن شيطان ديو النبي نبي محمد بانوش يا جاي نبي محمدنا صلوات الله وسلامه عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مركا نين إسكهت لي هذا الكيسة يعني السنة النبي محمد صلوات الله والسلام عليه لوجته مايو أخرجه البخاري وصوصر في كتاب باب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده إبليس تلمانتي سأي عيدا كيسة باب كوكاها لي قصو صاري صدح كون لو بقول سكاش نيشن إمام مسلم نحو قصو صاري لو بقول سدن يسديد رقمك باب وجوب قسل الرجلين بكمالها حباب يهي وجوب قسل الرجلين لمده اللغود إن لدقو يعني إني واجب تهيب باب يهي بكمالها لمده اللغود يغور دميسترن إن لدقو. قال الإمام رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو قال وحر يتخلف عنا ونجدب مري النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نجدب مري في سفرة سفر وسافرناها آن سفرني نبي قدال بعيدا كقصو مري شري سقفك تبرت درن يمتك قاديتك كحماضي يمتك كبه كقوئين يعني مركا وصوروري فأدركنا ونصوها ليلة ونصو قاري والحال قد أرهقتنا الصلاة صلاة دي عين صوت بوشي ونحن أنقو نتوضأ ويسقى ذننا فجعلنا وحن قدق اللي نمسحونا نمسحين على أرجلنا لغه يجي بيه باي راضيو ويانك أيا لغه لقارسينا قال وحيري أبو هريرة مركة عفوا فجعلنا وحن قدق اللي نمسحونا نمسحين حديث كورين أخرين على أرجلنا لغه يجي فنادى وارد واقع النبي بأعلى صوته صوت كيسي عود كيسي ميت كأغسر يكود واقع ويل هلاك يواد النار يدوح أسقنا ذي للعقاب عربه أن ويسد لقارسين هلاك سو من النار نار كأهادي مرتين أو ثلاثة صدح جربي ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. أخرجه البخاري وصوصر في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم بخاري وحو كدل يشهد علمي قال دتك مرك وحلا بريو قاببك وحلو بريو إني كمتا عودك إن كرلو قادو إمام مسلم با في صحيحه يعني مرك كورنيا لو بقول أفرتني يكوب كورنيا قارن الرقم كل حدانات كتاب العلم كورنيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان وحوها أبو هريرة يمر بنا من صمرة والناس دتكنا يتوضؤون أي كوي سقادنيان من المظهرة والكي ويسد اللو دياري قال وحير أبو هريرة أسبق الوضوء ويسد تاميلا محايلة فإن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال وحير ويل للأعقاب من النار وادي النار يدوح أصغنا ذي عربه أن ويسد لقارسينين أي أصغنا ذي ويل هلاقي وادي النار يدوح أصغنا ذي للعقاب عربه أن لدقين ويسد لقارسينين هلا قاسوا من النار نار كأهاد. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء كسو ساري باب غسل العقاب عربها لغتان كودا بقول لحدنا يسديد إمام مسلم الله بقول أفرتني الله برقمك. باب استحباب إدالة الغرة والتحجيل في الوضوء حبابي هاي إني سنتها هاي يعني قلالنانتا إن لديريو يحبنا قرنان تا إن لا ديريو في الوضوء ويسقات كدحيسة حالو جيدا وحالو جيدا قرد وحي وذادد أرنشنين برير تا وجيغا لكن القضاء نوعا ساهد فهم ميساني روح مركا أو وجيغي سويسدي أو وذا قرسيو وجيغي وعفتين ويا مركا وجيغي إنو ويسدا قرسيو حبنه ويسدا لدقيين إنو ويسدي وذا قرسيو محاكر رتيميا وحاكر رتيميا سيدي النيف قلالنا ووجيك عاد قوبك يعني أفرت قوبنا عاد يهين سيدا سوكالين وقو افتيمو مالين كقيامة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وحري إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان مغلي يقول يسغولي إن أمتي أمضي يدعون ولو يريا يوم القيامة مالين كقيامة لو يريا غرا أيغو وجي عاد محجلين أيغو حبنهود أي افتيم يانو حبنا دردرا
من آثار الوضوء الراتكي ويسدا ويسقاتك الراتكيسي. فمن استطاع الروح عود منكم إذن كإذن كم إذا أن يطيل قرته قلالنانتيسا وجعدانتيسا يحب ندرنانتيسا إنه يعني هدي لا يكون رؤوسي هديو يعني فليفعل سيدا هالصمعي انت سيدا محققين تأي محدثين تأي رجو حفاظه انت وذا بدن أي عدهين ومدرج ومن كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل ومدرج حافظك غير كسيدا عدهين. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء يعني باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. بقول صدنا يليح إمام مسلم للهو بقول أفرتنا يليح باب السواك رميقي وباب يهي معضيقي ويسقاتك أما الصلاة كهر العديني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حري لولا أن أشق هديل لأي إن أنكرب على أمتي أمضيدا أو على الناس أمددك أدشو ذا أنكرب لأمرتهم وحنفر لها بسواك عديق أنفر لها إيا الرميقة مع كل صلاة صلاة كستين يعديدا. أمر النبي وافره أمر كاللوجي ذا وحوي أمر إيجاب وأنكوا واجبين لها وحما الشقادة كيني أنا إعوليسك كيني لها أنا وإن لقوا واجبين. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة قارو حوك استنباد مالين كجمعة أي مسلمين تو أي سوء منيان أسلق سيجارة إن عديق إيا الرميق الله دريالو أمر كاو عديد غف سديت بقول سديتنا لح إمام مسلمنا الله بقول كنتنا يلا بقول. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحولي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قانو تغي فوجدته وحانه لي يستن إسوا عضياني بسواك عضي يرمي كو عضياني بيده قعنتي سكجرة يقول وحولي هاي أع أع أيولي يعني وصوتك كبحي مركع عرب كلا عضيه وسواك عضي قين في فيه أفكي سكجرة كأنه حد مدى يتهوع إنه إسكمن تجنيه نبي صلوات الله وسلام عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء بقصة صار باب السواك لو بقول أفرتني أفر إمام مسلم لو بقول كنتني أفر. حديث حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا قام مركو استاقو من الليل هبين كي مركو صلاة إسو تاقي هردد وكسوكعو يشوص متكي مرمرية فهو أفكي سبيس سواك عديك يشوص بمعنى يدلك مركي مرمريوها فهو أفكي سبيس سواك عديك ومرمريني نبي صلوات الله وسلام عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب السواك لما بقول أفرتني يشني إمام مسلم لما بقول شني يكنتون. باب خصال الفدرة يعني الفدرة أرمها خلقها أي توصا أدقن كي أنبياء دي هوري لغسو غاري ديمه هنا إسكوا فقصيهين أي حديث كان يقتل بامي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الفدرة خمس فدرة واشن يعني لو متشي ذو مركا يعني شن تاكليتي وكبدن ينطمون بيقاليان يعني. رواية بعضين يصوح إلى هاي خمس من الفدرة شن فدرة ذي كمدي أو أما سوى خمس وشكو راوية خمس شن من الفدرة فدرة ذي كمدي الختان إسقودكي يعني إن ليس جودة إن ليس جودة مركا يعني وشرعي رجيا دمر ولكن قاب كل ليس جودة يا قاب كان دمر كان له جودة إيه فرعوني قال لي هذا يعني قاب بنان ماها إن أنا بنانين أو حكاية في المجيء عيسى هي النسبة هي عدة له نسبة وفرعون له نسبة خير مكسب قادي أنت ساقو غفر لكن إن لسنا ينبي وحول أشميه ولا تنهكي يعني أرسي لكن هكو حال ليرانين لما ربا درينك إن لقدلو يعني هوين دي لقدلو وأن نرشي دي إيا حياتي دي قيبه يعني مركا وقومهم سنة إن لقبها بي الله مبا إيا ولي استحداد تمها وصيء الله يسكحير إيا ونطف الإبدي كلكش أولا رفا وتقليم الأدفار عديه أولا شرو إيا وغص الشارب شاربتي أولا قابي. أخرجه البخاري في كتاب اللباس بقص وصار باب قص الشارب شنك سديد بقول سديد تنيس سديد بخاري وحقص مسلم وحقص وصار لما بقول كنت نيله.
حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي خالف المشركين مشركين تخلافا وفر اللحى قد كيسي داي قد قوا عقو سواروري وفر اللحى اعف اللحى ارخ اللحى ودمان يعني إن لسي داي أو قد كي وافر لغدقو يعني مركات المامي وأحف قابية ابو نبي قلت صلوات الله والسلام عليه الشوارب الشاربتين القابية مشركين تنا خلاف ابو يدي مبادئ الدين تاني مقاصد يدا وحاكم دا يعني إن لخلافه قال هذا إن لخلافه أي كمد أخرجه البخاري في كتاب اللباس بقصة صاري باب تغليم الأظفار عديها إن لشرب باب كقصص شنكون سديد بقول يسقاشن إمام مسلم نلما بقول كونتن يسقان حديث ابن عمر عبد الله بن عمر وحى لجوري رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول إنهك الشوارب شاربه شواربتي شاربه حيرة وعف اللحى قركي نسي داية شاربت ما وحى لحيرة يا انت دير مس سلك على قمر يا لبدا والي سلك انا على قمر يا والي انت دير با يعني بشنت اسو دادعده اما قول الله دادعده اما عانها كدعده لحيرة يعني والي سلك ان لقمر او شاربت يعني لو حيرة امام مالك وحكوت المام جري مثل أن يكوت المام جري لكن أي ماذا كلا وحيليهين نصوص تداهر كودا سيدا كم وغتا وحوي وإن سلك لقمره أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب إعفاء اللحى شنكون سديد بقول سغاشن يصدح رقم كاسوكوس وصار باب الاستضابة يعني استجدي يا ربي لشدي باب يهي استضابة وإنبي لو استجود حديث أبي أيوب إن أيوب أبو أيوب الأنصاري وحال جوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائد كرتج مركاتكتان غائد وحال إذا ميش اللجو حاجة جدنا يو مكان كي يعني هوس اللجو دومنشري حاجة اللجو لا دومنشري أيا اللجو تلما ما يوحي بن آدم ككسو بحي يعني وأنا لا استعمال يو النجو كور وريج إنه أقم بيننا أيين وحنا هنا هبل وسوحة جودنا يا هلك إنه كورن له دورك آذي يعني مسقلب آذي حقه آذي بيننا فلا تستقبلوا القبلة قبلتها قابلنا وهكور جسنا ولا تستدبروها هنود بجدنا ولكن شرقوا أو قربوا لكن بريستا أما قلب يديستا لن كبري أجيستا أما دكتنا قلب يدوجيستا ذات كمركا يعني ما كتشوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله اللي يبالغ حضي قال أبو أيوب حرف فقدمنا الشام الشام بانو نمي وصوغلن فوجدنا وحانو هلي مراحيد مسقلو وبنيت لدسي قبل القبلة ننك قبلة اللودسي معناها قبلة اللودسي فننحرف يعني وانو اسبوس بوسني أما وانو استيرق اللوعني سيانا قبلة أقواد ونستغفر الله إلهي ندمداف بانو ويدسني أبو أيوب مركوح وقبيسك وعمومك أما ميل ديسان هلغوت يعني حاجة قدنا يو أما ميل صحارة هلغو حاجة قدنا يو إن أنا بنانين مرنا قبلة دي إن لو تشيستو أما لو دبتشي ديو لكن جماهير أهل العلم يسا حديث عبد الله بن عمر يو حديث جابر بن عبد الله يوي دليشدين أو كتب السنة وحادكو أركيسا ميل ديسان قفكو مركو تشوغو إنو قابلة أما إنو دبتشي ديو إن أنا يدب الحين إمام مسلم باسنا ورنية في صحيح يكو ورنية لا بقول لحدنا أفر بخارنا صدق بقول سقاشنا أفر باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق حديث عبد الله بن عمر أنه كان وحها ابن عمر يقول كيل هذا إن الناس ضد يقولون وحيل هذا إذا قعدت مركض فريسته على حاجتك حاجة هذا مركض فريسته فلا تستقبل القبلة قبلتها قابل ولا بيت المقدس نهوش يسنن فقال عبد الله بن عمر وحول ورك اسغو ردينيا لقد ارتقيت وحان فولي وانكر يوما مال على ظهر بيت لنا غري انغا نوسغناداي دوشيسا ايان كوراي روايه دم كو عدين دونا وا غري نبي صلوات الله وسلام عليه ولاشي حفصه يعني غري اسو كور فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالهي بارك على لبنتين لبجاجور اما لبن دوشوده يعني يسوق كتاجن أو مستقبلا يعني قابلي بيت المقدس بيت المقدس قابلي بحق قابلي
لحاجته حاجتي سيدنتي سيسو حاجتي سيقودن إياه. عبد الله بن عمر مركه ومقص دينين ونبي غفيري سيسود فابو يعني انتو حاجة يضن أكري أي سيسود فا إشي سأقول لك حدي إشي سنبي صلوات الله وسلام عليه كل عظيمة أفعاش النبي غشة تشريع با يعني شرع با لغتش دين يو وحي النبي غا أي كو أركين بيكس وقورين يعني. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من تبرس على اللبنتين حديث كلام قصة وقتيمة حديث عبد الله بن عمر قال وحيري ارتقيت وحان فولي فوق ظهري بيت حفصة حفصة قولي قيدا يعني دوشي سايان فولي لبعد حاجتي واتنا لبعد حاجتي دنت إذا يعني درت يدبانو فولي حاجة إذا يعني حاجة أنو قان لها برك يدبانو فولي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان الكي يقضي حاجته أسقو دنتي سقوداني مستدبر القبلة قبلة إسقو أدب تشيدي أو مستقبل الشام شامنا قابلي أو شام كهر جيست حق شامنا إسقو قابلي قبلتنا دبر كأتشيدي حاجة دي سنقوداني أيان الكي معنى هيدو برك وحوية إنا يبنان تعب نهي يقو حكود عيا هدي سحار لتشوغو لكن هدي دسماء إيو يعني ميل دسان إيو مسقولة لتشوغو نهي إنو مركا ماشا أو كبحيو أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التبرس في البيوت بقول أفرتنا يسديد قريها إن لقو حاجة قدتو إمام مسلمنا لما بقول لحدنا يليح رقم كأيو كو حاجة قدنا رقم كأه عفوا أيو كل شيء جيا لا بقول يلي حدا يلي حيا إمام مسلم وكورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.